هذه محطة تاريخية. اليوم كنا مع أكثر من 350 من أعضاء الفيدرالية بعد 3 سنوات فقط من المؤتمر الاستثنائي في 2020 الذي ضم في هذه القاعة 56 عضوا. لقد قمنا بعمل تنظيمي جبار نهنئ أنفسنا عليه، لكن هذا لا يجعلنا مغترة، لأن الهدف ليس هو الأداة التنظيمية ولكن التقاء إرادات هؤلاء الزملاء والزميلات من أجل الإجابة على الأسئلة الحساسة التي تواجه من الصحافة اليوم. إننا نمثل صحافة المغرب المعتزة بتاريخها وبأدائها وبمستقبلها الذي يجب أن يكون مرفوع الرأس كما هو في هذا الشعار. كانت جلسة افتتاحية كرمنا فيها رئيس سابق الفيدرالية المغربية الناشر للصحف وسي خليل الهاشمي وسي عبد الله العمراني رحمه الله الذي كان عضو المكتب التنفيذي، وحضر فيها كبار شخصيات من المجتمع المدني ومن الفرق البرلمانية ومن الوزراء السابقين ومن المنظمات المهنية والنقابية ومن شركائنا الخلص الذين يتقاسمون معنا نفس المبادئ. بعد هذه الجلسة الافتتاحية ستنطلق الفيدرالية المغربية لناشر الصحف في دورة جديدة لجديد هياكلها دون أن تتخلى عن مبادئها. وكنا نتمنى كما أننا احترمنا الوقت بالضبط الذي يجب أن ينعقد فيه مؤتمرنا ديمقراطيا وأن تكون الانتخابات هي الفيصل، كم كنا نتمنى أن تكون مثل هذه اللحظة هي التي عاشها المجلس الوطني للصحافة بدل تلك البهدلة التي عشناها والتي أوصلتنا إلى هذا المجال السوريالي الذي نندد به من في هذا المؤتمر، وكذلك في الكثير من التصرفات ومنها محاولة إقصاء هذا الرقم. ها هي الصور شاهدة على أننا سواء بالتاريخ أو بالحاضر أو في المستقبل إننا رقم صعب لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، والذي فعل هذا إنما قام بإجرام في حق هذه المقاربة التشاركية وحق صورة المملكة. لذلك نحن دائما استراتيجيا يدنا ممدودة، نتمنى أن يتم التقاط ضغط هذا المؤتمر وأن نسير جميعا إذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح من أجل هذا الإصلاح. شكرا لجميع الزملاء والزميلات والضيوف والصحافة الوطنية، وموعدنا إن شاء الله الغد الذي سيكون مشرقا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.